ها نحن رفاق الجبهة الديمقراطية، إخوة ورفاق فصائل العمل الوطني، كما عودتكم الجبهة الديمقراطية دائما تحيي مناسباتها ليس في قاعات مغلقة ولكن هنا في مواجهة جدار الفصل العنصري، وفاء لدماء الشهداء للياسر أبو عمار للقاسم لنزال. وفي هذا اليوم إذ نحيي موقف القيادة الوطنية الفلسطينية في دولة فلسطين بعدم الرضوخ للضغوط الأمريكية، بعدم عرض قرار مقاومة واستنكار الاستيطان لمجلس الأمن، وكان المقابل هو ما تعودنا عليه من أمريكا وهو الفيتو. ليكون الأوان قد آن أن من يراهن على الموقف الأمريكي ها قد انتهى الرهان، وها هو الموقف الأمريكي منحاز دائما لدولة الاحتلال، ها هو منحاز للاستيطان. فمن أراد النضال فهذه المقاومة الشعبية التي بدأتها الجبهة الديمقراطية اليوم على الجدار في دير الغصون وستستمر أسبوعيا كما هي في بلعين وكما هي في بؤر مواجهة الجدار في الضفة الغربية المحتلة. إحياء الذكرى ضد الاستيطان ضد الجدار، وتصادفت اليوم كمان هو الموقف الأمريكي المنحاز أصلا لإسرائيل، والموقف القيادة الفلسطينية ومختلف وسائل منظمة التحرير الفلسطينية اللي أكدت على رفض المساومة، على رفض الخضوع للأمريكان، ورفض الوقوع في منزلق جولدستون سابقا، وأكدت على أنه ما لا سلام مع الاستيطان، لا مفاوضات مع الاستيطان، لا مفاوضات مع الجدار.
احنا بنهني الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في انطلاقتهم، وبنتمنى انه العام القادم نحتفل في القدس. بداية نهني الرفاق في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الذكرى 42 لانطلاقتهم. نهني قيادة الجبهة وكادراتها رفيقات ورفاق في هذه المناسبة المجيدة. لابد من الإشارة للحراك الذي يجري على مستوى المنطقة العربية، ما حدث في تونس ومصر وما يحدث الآن في ليبيا وعواصم أخرى ثانية في المنطقة العربية تؤكد لابد من أن نتوجه وبشكل سريع جدا للحراك والبعد الشعبي الجماهيري، حيث هذا البعد الشعبي أسقط الكثير من الرهانات على مواقف الإدارة الأمريكية سواء كانت في مصر أو في تونس أو في أي بلاد عربية أخرى. البعد الشعبي نسف كل هذه الرهانات مطالبا بكافة الحقوق والمطالب، بدءا من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وانتهاءا بالحقوق السياسية التي تطالب بالتحرر من التبعية والاستبداد والاستغلال للإدارة الأمريكية. في الذكرى 42 انطلاقة الجبهة الديمقراطية، قررت قيادة الجبهة في محافظة الكرم وضمن توجهات الجبهة الديمقراطية بتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال وضد الجدار من أن تحتفل في هذه الذكرى 42 على جدار الفصل العنصري للتأكيد على حق شعبنا في المقاومة الشعبية وكرد على الفيتو الأمريكي ضد وقف الاستيطان. نضال الشعب الفلسطيني مستمر حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين.